تسلم عليكم يا رجاله. الناس اللي بيقابلها احيانا رفرف زي ده تكون الشفه بتاعته مط مش بتلمع. ايه اللي بيحصل؟ بترش احيانا ممكن تجيب بابه مصلب شوربويه تحط عليه مصلب وترش الرفرف من جوه كده اهون، وبعد ما ينشف تاني يوم مثلا تلزقه بالفوم او لزق مقلوب زي ما احنا شايفين اهو. بصوا لزق مقلوب مش لزق حاد، ونشيلها اهي. بصوا ايه لزقه مقلوبه شايفينها عامله ازاي اهي، ودي شرحنا ازاي تتعمل بالتفصيل هتلاقي عندكم ان شاء الله على القناه اهو، وهتلاقوا فيديو في التعليق المثبت لرش حاجه زي كده بالظبط اهو، وتشيل اللزق ده كده اهوت اهو. او ممكن ترش لون بسكوت عادي وانت بترش الرفرف كله، ترش البسكوت بتاعك وبعد كده بعد ما ترش اللون اللي هو الفضي مثلا حته فوم هنا كده وتلزق، او لزقه مقلوبه وتلزق تمام. ده بعد ما ترش الرفرف كله لون، وبعد كده ترش الورنيش، واول ما تخلص رش ورنيش تشيل زي ما احنا شفنا كده يعني. بص الرفرف بيلمع ودي نص لمعه مط كده لان هي بتاخد بيها رص. صباح الفل، هتلاقوا في الفيديو في التعليق مثبت لطريقه رش ان شاء الله.